إذا حكينا أنه بعد تفعيل القانون وصار في نوع من نوع الوعي المعرفي وصار في نوع من نوع خلينا نحكي كمان الخوف والردع الخاص والردع العام، إذا أخذنا تجاوز إشارة ضوئية نعم. انخفضت بنسبة 74% مخالفاتها. نعم اللي قطع الإشارة حمراء نزلت بنسبة 74%. هذا يعني هذا يعني نزول هذا الرقم ممتاز، لأنه قطع الإشارة الضوئية حمراء دائما أنا بحكيها للناس أي يعني جناية مش جنحة، يعني هاي شروع بالقتل أصلا، يعني أنت مجرد تقطع الإشارة حمراء وصير حادث لا سمح الله وصير حالة وفاة هذا شروع بالقتل. جميل، يعني بنتفرج قاعدين على القيادة المتهورة نزلت 19.5%. نعم. الوفيات لما قارنا 6 شهور الأولى بالست شهور الثانية أو حتى 7 شهور الأولى تقريبا من 7 شهور الثانية من نفس السنة 23 مع 24 كان نسبة الانخفاض 21.3%. نعم. يعني تقريبا لمبارح تقريبا 71 روح إنسان كان الفرق بين الوفيات السنة الماضية والسنة هاي اللي احنا موجودين فيها. نعم. فبنتفرج على نتائج إن شاء الله تكون إيجابية ونستمر فيها، لكن إحنا بنظل ماشيين وخايفين وإيد على قلبنا لأنه ممكن حادث باص واحد يقلب لنا المعادلة كاملة.